قرار يعني قرار جامعة الدول العربية لإعادة العضوية الكاملة لسوريا في الجامعة. إذا أعتقد أن هذا قرار حكيم، حيث يعني ذلك لأننا نعرف جميعا أن الأزمة السورية في الحقيقة يعني من صنع الولايات المتحدة بأكملها. إذا والقرار لجامعة الدول العربية في الحقيقة في النظر يعني له مخزن كبير، ألا وهو أنه يعني هو قد مزق قناع الولايات المتحدة لتقوية هيمنتها من خلال تنفيذ خطة الربيع العربي في الدول العربية المختلفة ونشر الديمقراطية الأمريكية النمط فيها، مما أعلن فشلا تاما لما يسمى بخطة الربيع العربي. أما بالنسبة إلى العقوبات الأمريكية يعني ممتدة، إذا أعتقد أن الفاعلية لهذه العقوبات الأمريكية من جانبها الأحدي، أنا أتوقع أن الفاعلية لهذه العقوبات ستنخفض انخفاضا ملحوظا، ذلك لأن سوريا عادت إلى جامعة الدول العربية، وأنا أتوقع أن الدول الأعضاء للجامعة ستمد يد المساعدة لسوريا وستقدم لها المساعدات الإنسانية بناء على دستور الجامعة. ولهذا يعني العقوبات المفروضة على سوريا من جانب الولايات المتحدة الأحادي ليست ملزمة لدول الأعضاء لجامعة الدول العربية، ولذلك أعتقد أن هذه العقوبات ستنخفض فاعليتها وستجبر على الاعتراف بفشل العقوبات في نهاية المطاف.